حلقة جديدة من أخبار صباح لليوم الأربعاء 23 تشرين الأول، واليوم بحلقتنا شكاوى المواطنين ومعاناتهم بالنافعة من القدس إلى بيروت. معرض لوحات للفنان التشكيلي عايد عرفة، إطلاق المنصة الاستثمارية للقطاع العقاري ليجاسي 1. أما ضيوفنا لليوم فهن فراس حاتم من فريق كلاون مي تيم لنحكي معه عن العروض يلي رح يقدمها الفريق خلال جولة بمختلف المناطق اللبنانية، ورندا أرمنازي رئيسة الجمعية اللبنانية للمهرجانات الثقافية مع رح نحكي عن النسخة الجديدة من بلاك فرايداي ماركت يلي رح يبدأ بواحد تشرين الثاني. البداية مثل العادة اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية، وعلى الخط معنا أستاذ وسام أبو خشفي. مرحبا أستاذ وسام. مرحبا، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. نحن بانتظار شتوى حرزانة حسب ما عم نسمع بدءا من بكرة. صحيح، الخميس. اليوم كيف الطقس؟ اليوم طقسنا بيكون غائم جزئيا لغائم احيانا بسحب متوسطه، عنا انخفاض بسيط بدرجات الحراره. نعم، نسبيا عم تكون بيبقى دافي، في شويه غبار بالاجواء، بتتساقط امطار خفيفه ومتفرقه احيانا اعتبارا من بعد الظهر، خاصه بالمناطق البقع. نعم، وفي عنا رياح ناشطه خلال الفتره المسائيه. اوكي، بكره طقسنا ببلش غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحراره، بيتحول تدريجيا لغائم، بتتساقط امطار متفرقه وتشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعديه واشتداد بسرعه الرياح لتوصل ل 90 كيلومتر بالساعه خلال الليل. يا لطيف، باكيد بيرتفع مع موج البحر. نعم، وهون خلال الليل يعني حيكون في امطار غزيره كثير، كرمال هيك يعني بنحذر من تشكل السيول والانجرافات اللي بتصير مثل العاده. اوكي، لأيمتى بكفي الطقس هالقد ماطر؟ كمان صباح الجمعة كمان عندنا أمطار غزيرة ورياح قوية بتوصل ل 80 كيلومتر بالساعة. نعم، بتبلش تخف تدريجيا الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، وبتحسن الطقس يعني فترة المسائية بيكون خلصت، ما بيقعد تكون في شيء. يعني بالمبدأ الويك أند طقس حلو. اي نعم، سبت أحد طقس حلو، والأحد ترجع تطلع درجات الحرارة. اوكي، خلينا ناخذ شوي كمان في ممكن يتساقط شوية ثلوج على 2500 متر لأنه في نزلة قوية نهار الجمعة. اوكي، حلوة. اوكي، طيب درجة الحرارة اليوم لليوم بعدها مرتفعة يعني على الساحل من 17 ل 31، فوق جبال من 15 ل 27، بالأرز من 9 ل 19، بالبقع من 12 ل 28. إذا نحكي عن نهار الجمعة، لا خلينا نحكي عن نهار الخميس. الخميس ما في فرق كثير يعني بتصير 29 على الساحل. أوكي، الانخفاض الواضح هو نهار الجمعة يعني حتوصل على الساحل لل 24 درجة. في فرق شي 5 درجات. نعم، في نزلة 5 درجات. اوكي، اكيد على جبال اكثر كمان يعني. نعم، اوكي، بنبقى بناخذ تفاصيل اكثر بكره كمان. شكرا لك استاذ وسام، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. جوال، صباح الخير جوال ولكل المشاهدين. مثل العادة جولة على الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 24 تشرين الأول. البداية مع عناوين النهار: لازاريني للنهار، تحديات لبنان خطيرة. الرئيس المكلف لمح إلى ولادة الحكومة خلال أيام معدودة واستقبل باسيل ليلا. نقابة المعلمين تعلن اليوم تحركا لمواجهة إلغاء مفاعيل القانون 46 وفصل التشريع. أيضا ضمن النهار: أردوغان لا يحدد أسماء وواثق من تعاون الملك سلمان. اتفاق على لقاء لترامب وبوتين في 11 تشرين الثاني بباريس. ختاما بالنهار: إدراج الحرس الثوري الإيراني وسليماني على لائحة الإرهاب في السعودية والبحرين. من النهار إلى الحياة: خادم الحرمين يستقبل نجلة خاشقجي وشقيقه، وتشديد على محاسبة المقصر أيا يكن. أردوغان يقترح محاكمة المتهمين في تركيا، والجبير يؤكد التزام السعودية تحقيقا شاملا. بولتون يبحث في موسكو مشهدا استراتيجيا جديدا. روسيا منفتحة على صيغة رباعية تستبعد إيران من الحل السوري. السعودية والبحرين تدرجان على لائحة الإرهاب، السعودية والبحرين تدرجان على لائحة الإرهاب الحرس الثوري وقاسم سليماني. أول أيام دافوس في الصحراء،
اتفاقات ب50 بليون دولار، وختاما بالحياة، خلافات اللحظة الأخيرة تواجه تشكيل حكومة عبد المهدي. تابع جولتنا مع عناوين المستقبل: الحريري عازم على الوفاق بلا عزل وأعراف وشروط. نفى وجنبلاط وجود خلاف بينهما، التواصل دائم. الرياض توقع صفقات ب50 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار، الملك سلمان: سنحاسب المقصرين أيا كانوا. بولتون لبوتين: سياسة نووية جديدة لواشنطن. عقوبات أمريكية وخليجية على إيرانيين. وبختم بقلم خير الله خير الله ضمن افتتاحية المستقبل: رسالة أردنية إلى المزايدين وإلى إسرائيل. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة اللواء: التنازلات تحت الخط الأحمر وسباق مع بدء السنة الثالثة للعهد. الحريري غادر إلى الرياض بعد تأييد إجراءات المملكة، ولقاء يضيق التباعد مع باسيل. أردوغان يثق بالملك سلمان، و50 مليار دولار باليوم الأول من منتدى الرياض. السعودية ستحاسب المقصر كائنا من كان في قضية خاشقجي. الملك سلمان وولي العهد يستقبلان أسرة خاشقجي، وأيضا باللواء ترامب وبوتين يلتقيان في باريس في 11 تشرين الثاني. الاحتلال يخطو لتهويد القدس باستهداف مؤسسات الأونروا لإغلاقها. شهيد وجرحى برصاص العدو في غزة، وتصعيد بإضراب الأسيرات. وختاما كتب العميد الركن نزار عبد القادر: حكومة العشائر السياسية. بترجم العناوين صحيفة دايلي ستار: الولايات المتحدة تتعهد الوصول إلى صلب قضية الخاشقجي. الحريري يعد بحكومة خلال أيام. أيضا بترجم العناوين صحيفة لوريان لوجور: أردوغان يطلق معركة القيادة السنية. جنبلاط لوريان لوجور: لا مشكلة لدي مع سعد الحريري. وختاما الصحيفة صحيفة لوريان لوجور: في حرب على البلاستيك، مادة خطرة على الصحة. جولتنا بتتابع مع عناوين الشرق: الحريري اليوم في السعودية، موقفها مشرف وتحترم العدالة والحقيقة. بالعناوين الأخرى بالشرق: أردوغان يقترح نقل التحقيق والمتهمين إلى تركيا. مؤتمر الاستثمار: أرامكو تبرم صفقات ب34 مليار دولار. مخطوطات البحر الميت التاريخية مزيفة. كتب لليوم عون الكعكي ضمن رأي الشرق: جريصاتي بحاجة إلى عدل. من الشرق إلى الشرق الأوسط: السعودية تشدد على محاسبة المقصر كائنا من كان. خادم الحرمين وولي العهد استقبلا عائلة خاشقجي، وأردوغان أكد أهمية الخطوات المتخذة من المملكة. حضور عربي ودولي لافت في النسخة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار، اتفاقات ب50 مليار دولار في منتدى الرياض. أمريكا تستعرض وجودها العسكري في شرق سوريا. أيضا بالشرق الأوسط: سليماني والحرس الإيراني على قائمة الإرهاب في السعودية والبحرين. المرعبي اتهم رئيس الجمهورية باستهداف دور رئيس الحكومة. وزير من كتلة الحريري: عون يعيد مرحلة الحرب الأهلية. تحضيرات للقاء بين ترامب وبوتين الشهر المقبل. وختاما بالشرق الأوسط: تحفيز خلايا البنكرياس لعلاج السكري. ختام جولتنا مثل العادة مع عناوين الجمهورية: الحكومة مش ماشي الحال. عون عاتب على الحريري. تمرد داخل مجلس القيادة. وختاما الصورة الرئيسية حملت عنوان: السعودية لمحاسبة المقصر في قضية خاشقجي.
مع هالصورة بنكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. بريك أول بحلقتنا من بعد مواعيد سقفية وفنية مع جوال. جولتنا الثقافية والفنية اليوم رح نبداها من طرابلس عاصمة الشمال، وتحديدا من مركز الصفدي الثقافي اللي عم بيكون ناشط على مدار الأسبوع مع محطات فنية وثقافية منوعة. هالمرة أمسية استعادية لأبرز أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، الغناء لجيهان مرعوش مع فرقة موسيقية بقيادة المايسترو خالد نجار. موعد هالأمسية الليلة ابتداء من الساعة 6 المساء. منتابع مع اخبارنا، بننتقل الى واجهه بيروت البحريه مع مهرجان خاص بذوي الاحتياجات الخاصه رح يتضمن الثقافه والفنون والرياضه بمشاركه شخصيات سياسيه واجتماعيه. الهدف منه اكيد توعيه المجتمع والمسؤولين حول اهميه دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع بمشاركه فنيه من قبل الفنان يوري مرقدي والفنان انتوني توما السبت والاحد 27 و28 شهر بواجهه بيروت البحريه. وبنسمع يوري مرقدي. لك عاللي جوايا ولو تعرف حتبقى يا عمري ويايا ويا ما حلمت يبقى لبعدنا نهاية. بحبك موت بحبك موت ليلة في قربك انت بكل دنيايا ولو فاكر حتيجي تقول كده كفاية ما فيش غيرك حبيبي روحي وهواي بحبك موت. وانا ليه بعدك متوبني ولو ايه مين قال كده تسيبني وحرام ده الشوق معذبني وكلامي كله عليك لياليك هي اللي بقيالي ولا في بعض. من وجهة بيروت البحرية منروح الى كازينو لبنان وضمن محطاته الثقافية والفنية. بالمواعيد القريبة نحن بانتظار امسية فنية مع الفنان نصيف زيتون بمشاركة هشام حداد. موعدها السبت 3 تشرين الثاني ابتداء من الساعة 10 المساء. لو شفتك يا عجب لي عالبيدر طالعة وبدودك يا عيني كالشمس الصافعة وبدودك يا عجب لي عالبيدر طالعة وبدودك يا عيني كالشمس الصافعة واسألتك يا بيي علي جنبر إلى إطلاق نسخات جديدة من الكتب. دعوة للمشاركة بإطلاق كتاب رح يحمل عنوان جواهر عمر باللغة العربية، هو بالأساس للكاتب الأكاديمي الفرنسي رونيد أوبالديا بعنوان بيرل دوفي. هيدا أول كتاب لرونيد أوبالديا بتم ترجمته للغة العربية. رونيد أوبالديا مبارح تماما كان عم يحتفل بمرور 100 سنة على ذكرى ميلاده، قدم له وترجمه الشاعر هنري زغيب. توقيع الكتاب رح بيكون نهار الجمعة 9 تشرين الثاني ضمن معرض الكتاب الفرانكوفوني من الساعة 5 بعد الظهر لغاية الساعة 8 المساء.
منرجع إلى المحطات الفنية مع الفنانة حنين، وباستعادة لأبرز أغاني الفنانة شحرورة صباح، رح بتقدم حنين أمسية تكريمية لإلها، سبق وتقدمت سابقا وهالمرة أكيد أغاني جديدة. الموعد السبت 23/2 9 المساء على مسرح تياترو فيردان، وبنسمع حنين عم تغني للصبوحة. إذن كل هالأغاني وغيرها من أغاني الصبوحة رح نسمعهم من حنين السبت 23/2 بتياترو فيردان. رح نتابع مع أخبارنا. تدعي إدارة النادي اللبناني للكتاب إلى حضور لقاء شعري رح يجمع الشاعرين إبراهيم شحرور وأصحية ساسين. هاللقاء رح يتضمن حوار ثقافي وأكيد قراءات شعرية. الخميس بكرة 25 الشهر 7:30 المساء بمبنى بلدية جديدة المتن. وبسكينة دوى جروح يا من عجينة نارك تطفي حرقة وبسكينك دوى الجروحة والصبح لما نرجع للمحطات الفنية ولكل محبي الجاز. هن على موعد الليلة مع فرقة كول جاز، لا كول درايف، مع عبود السعدي، هاني سبليني، ونضال أبو سمرة بالبلونوت كافي الليلة، إذن ابتداء من الساعة 10 المساء. منتابع مع أخبارنا. بتدعي مؤسسة ألفريد بصبوص الثقافية إلى حضور افتتاح معرض الفنان النحات ألفريد بصبوص اللي رح يحمل عنوان Sensible Expression. موعد الافتتاح بكرة الخميس 25 شهر من الساعة 7 بعد الظهر لغاية الساعة 9 المساء بجاليري مارك هاشم من الحصن ببيروت. بأخبارنا كونسرت أد موفيز هو عنوان نشاط بتنظمه مؤسسة لبام للموسيقى لدعم التعليم المجاني للموسيقى وأيضا للاحتفال بمرور 10 سنين على تأسيسها. رح يتضمن كونسرت موسيقي لأطفال لبام، ومن بعده رح بيكون في عرض فيلم بعنوان ديل كانتو، وذلك نهار الاثنين 19 الشهر 7:30 المساء بجراند سينماز أبيسي أشرفية. بخبر أخير وضمن جولاته الفنية بقدم الفنان زياد الرحباني وتحت عنوان بها اليومين أمسيتين لنسمع كل جديده الجمعة والسبت 26 و27 شهر 8:30 المساء بمركز معروف سعد الثقافي. مع زياد الرحباني بنكون عم نختم جولتنا الثقافية والفنية. هلا رح نرجع لعند جوال وأحوال طرقات. معنا المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح الخير. كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عم تكون حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية
باتجاه الكولا، من الكولا كمان مكملة حركة سير كثيفة باتجاه نفق زي مسلم. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة عم تكون من الجمهور باتجاه اليرزة، مكملة كمان ناشطة من السياد باتجاه الكارانتينا. مثل ما بين قدامنا عنا حركة سير كمان اليوم كثيفة من جسر العدية باتجاه الأشرفية. مستديرة العدلية باتجاه المتحف مكملة حركة سير كمان كثيفة. عنا كمان حركة سير كثيفة عم تكون من قصقص باتجاه بشارة الخولة. حركة سير ناشطة عم تكون من البربير باتجاه كورنيش المزرعة. الإشارات بلش عنا ضغط السير من إشارة جامع عبد الناصر باتجاه شارع عمار الناس. عنا حركة سير ناشطة اليوم من تقاطع برج الغزال باتجاه برج المر، بتصير كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. الخط البحري حركة سير ناشطة من المعالم رئيسة باتجاه الروشة. مدخل الشمالي حركة سير كثيفة من دبي باتجاه أونتريس وصولا إلى الأشغال بجل الديب. من بعد الأشغال أكيد عم ترجع تصير حركة سير ناشطة باتجاه نهر الموت. نكمل أوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة حركة سير كمان ناشطة. بلش عنا ضغط السير من جسر الدورة باتجاه الكارانتينا. من الكارانتينا بيرجع بيرتاح عنا السير باتجاه شهر الحلو. اللي مكمل الاقتصاد شهر حلو باتجاه الصيفي حركة سير ناشطة. أما اللي نزل على الخط البحري عم تصير حركة سير كثيفة. بولفار سن الفيل حركة سير ناشطة على الإشارات باتجاه السلومة الحايك وصولا إلى جسر الواطي. هذا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث سجل عنا بال 24 ساعة الماضية 18 حادث نتج عنهم 22 جريح. محاضر السرعة الزايدة 1159 محضر سرعة. أكيد نذكر المشاهدين للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك لتويتر والأبليكيشن. أوكي يعطيك ألف عافية. نحن بكرة بنحكيكم بريك جديد بحلقتنا ونرجع. صباح الخير. إذا كانت الحكومة بعد راسية على مينا التأليف بانتظار صفارة الانطلاق إلا أنه لا عودة إلى الوراء، فرئيس الحريري أدار مولدات التأليف بسرعتها القصوى والتحديات بتفرض على باقي الفرقاء حلحلة ما تبقى من تفاصيل متعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية. بالمناخ الإقليمي والدولي أجواء مستقرة وهدوء ما بعد العاصفة، بالمقابل على الساحة الحكومية غيمة تشرينية عابرة، وبلعبة شد الحبال وبالساعات الأخيرة كل عقدة إلى ألف حلال. نافعة أو دائرة الميكانيك، فالج لا تعالج. مجرد الدخول بينقض عليك عشرات السماسرة مثل الوحوش الكاسرة، والكل بيوعدك بإنجاز معاملاتك بدقائق قليلة والفاتورة حدث ولا حرج. أما إذا أردت أن تتابع معاملاتك بنفسك فعليك أن تأخذ تمارين بالركض واليوغا، لأنك رح تركض من طابق لطابق وتتحمل مزاجية الموظف. كاميرا أخبار الصباح توجهت للنافعة بالدكوانة، رصدت شكاوى المواطنين ومعاناتهم وعادت بهالتقرير لزميلتنا رولا أمين الدين. مرة صارت أنه زبط مش لقلي من السيارة اللي أخذها، دفعوني إياه ثلاث زبوطة. السيارة مش عاسمة. والسيارة مش عاسمه. رجعت حضانة. رجعت ايه ما مش الحال. خلص بدهم ياكلوا بدهم ينهبوا. عندي دراجة حجزت عشان ورقة ليلية، رحت دفعت الضبط وبدي طلعها. بيقولوا لي فيها إجراءات. رحت على المغفر عم بسأل، قالوا لي متشافيتها شبه برقم الشاسيه تاع دراجتي مع دراجة مسروقة. دراجة مسروقة بال 99. أنا دراجتي فيت على البلد بال 2007. صار 15 يوم وبعد. أنا إذا بدي فوت سجل سيارة ما بتتسجل بلا ما أشوف سمسار. من الآخر يعني. بياخذوك وبيجيبوك وبياخذوك وبيجيبوك وما بتعرف إشي. نصابين حرامية. بدل إيه؟ ليلي. شكاوي كتيرة ومشاكل بالجملة خلقت عند المواطن اللبناني هاجس من مجرد التفكير أنه بكرة عنا تسجيل سيارة أو معاينة ميكانيكية، طوابير طويلة من المنتظرين بالدور، روتين إداري، سماسرة، أوراق رايحة جاية، وساعات من الانتظار. مين بيعرف إذا معاملتك بتنتهي بنفس اليوم أم لا؟ اتجهنا إلى نافعة الدكوانة لمعرفة الصعوبات والشكاوي اللي بيتعرض للمواطن.
مافيات اول شيء، نحن عم نفحص كشف السياره. عمل الورق قال له اعطيه اياهم لهالحمار، وحياه الله هيدا اللي قاعد بالكيوسك هون كذا وحده كشف السياره بياخذ هيدي تبع الموتور ومدري شو، قال له اعطيه اياهم لهالحمار. ما بعرف شو قصده، مافيات بلد مافيات اللي بخلصوا معاملات هن مخربينها. يعني بفوت انا بدي اقدم ورائي بايدي، بيجي واحد من ورايك بزت له ملف 20 30 طلب قدامه للموظف، انا بضلني واقف ناطر لانه دافع. هذاك عم بدفع كل معامله 5 ولا 10 ولا ابصر قديش. سمسره وين ما تروحي في سمسره هي وقفت على النافعه. كنت كلمت عن اي معامله تدفع ميكانيك او تدفع اي شغل غير دفتر السياره، تنطري 3 4 ساعات 5 ساعات حتى يجي دورك، عرفتي؟ هيدي كثير يعني بلاد برا ما في منها ابدا هيدي. بيتبعوا اسلوب الكتابه على الايد وعدم الحفظ او بينزلون على فيشه، بيجي المواطن ليرجع يراجع بمعاملته بيلاقي انه يا مش مضبوبين محلهم يا مش معطوطين على الفيشه. حملنا الشكاوي واتجهنا إلى رئيس مصلحة تسجيل الآليات لمعرفة أسباب المراجعات والعرقلات اللي بتواجه المواطن، وبدورنا اتجهنا معه لنكون على تواصل مباشر بين مدير المصلحة والمواطن على الأرض. يعني متجهين هلأ نحن ورئيس مصلحة تسجيل السيارات على قسم تسجيل السيارات الخصوصية لنستمع مباشرة للشكاوي. عجقة والبهدلة، بتروحي من محل لمحل لمحل لتعمل معاملة، يعني القصص ممكن تكون أسهل؟ أسهل إيه؟ ليه ما بكون محل واحد كل شيء ينعمل؟ أول مرة بيجي لهون، بس صار لنا هلا ساعتين ونص. شو عم تعمل؟ بدي يعني اشتري سجل سيارة. في شيء تعرقل معك عند الموظفين هالمطلوب ولا كيف؟ ما ناطرين هلا قديه بده يطمنوها، صار لنا شيء ساعتين قاعدين. قديه دفعتي للسمسار؟ بعد ما دفعنا شيء. ما قال لك المبلغ اللي لازم تدفعيه no. قبل؟ لا لا لا. يعني إذا هلا طلب سمسار 100 دولار أنت مضطرة تدفعي 100 دولار. شو بدي أعمل؟ المفترض نحن بندعي المواطن يكون واعي لنقطة إنه إشارة المعقب قبل، أنا دائما بدي يكون الباس المواطن يتوجه على الإدارة ويخلص معاملته بنفسه. أنا ما بنتقد النافعة، بنتقد كل الدوائر اللبنانية لأنه ما في عدد كافي لحتى ينظموا العالم، مش هناك بنحس إنه في فوضى. هلا هون ما بصير أختار عن شركة جديدة، هي خاصة بدك تروحي هيراك القسم. ماشي إذا ما بتعرفي حدا بتضيعي، بتضيعي على الشباب ما لهم جلاد يشتغلوا، شيء على السيلولير، شيء ما بعرف شو جاي من بيت راسه بيوجعه. نحن بندعي الناس تخبرنا شو بيصير معها بكل شفافية، وما يقول انه ما بدنا نخرب بيته للموظف، لا ما بيخترب بيته للموظف، ولكن التدبير المسلكي لازم ينعمل بحق الموظف اذا كان في تقاعس. عم بقول لك شفت شيء على السيلولار هي في كثير منا، بس بتحطي لي معاملة قاعد الزلمة. كلها ما لها موجود النافعة اصلا، لانه لشو كل هالوراق وبتختم وبتروح من فوق لتحت، انه لشو؟ انه كنا عايشين بامريكا خيي بتعب بتروح. نعم ماشي كثير وراق وروحات ورجعات. هلا دفتر سواق انا ما بجدده لحالي، بعطي له واحد 100 دولار بجدد لي اياها، بس انه انا ايش دخل عرضي؟ هلا انا دافع بالبنك، حملت حالي وجيت بدي غير الدفتر، كرمال بدي غير الدفتر بدي اياه، صار لي ساعه هلا اطلع لفوق ونزل لتحت، مش واصل الوصل للمكنه هون. هيدي المساله تعالجت ان شاء الله قريبا جدا حيكون كل المصارف موصولين على نظام المكنه الموجود عندنا، بلشنا صار او ام تي موصول، ليبون بوست موصول، وقريبا جدا المصارف. يعني نحن نوصل معهم، مش عم نقدر نوصل نحن. يعني انت تعذبت صار لك شيء ساعه؟ صار لي شيء ساعه. روح وتعاود، انا معي وصل البنك، حوب وصل البنك، هيدا وصل البنك. هيدي كانت عينة عن مشاكل كتيرة بوجهها اللبناني بمعظم المؤسسات الرسمية اللي بتعود لروتين إداري بغياب المكنني. وبعد الاستماع لشكاوي المواطن عدنا إلى رئيس مصلحة تسجيل الآليات لأكد بدوره أنه مكتبه مفتوح للجميع في حال وجود أي شكوى أو عرقلة. اليوم إذا في
فور اكزامبل معقب قدر يمرق شيء عند موظف لانه صاحبه او شيء، نحن الاداره بناخذ كل الاجراءات اللازمه. بصير رشاوي اي حدا بيتعرض لاي رشاوي اليوم، ما بدنا نبالغ بهذا الموضوع، اي حاله بتصير موجوده نحن بنتابعها وما بنقبل باي رشاوي ولا اي شيء. اذا في حدا من الموظفين خالف هيدي التعليمات نحن كاداره حنحاسبه. المواطن بيقدر يتوجه لمصلحه تشغيل السيارات ويقدم اي شكوى، وحاعطيك هلا رقم التليفون 01691480. اي شكوى من اي نوع من هيدا النوع تحديدا نحن مستعدين ناخذها على محمل الجد ونتابعها للاخير. منتابع مع الفنون والثقافة، مننتقل إلى غاليري زمان يلي استقبل معرض لوحات للفنان التشكيلي عايد عرفة. المعرض يلي حمل عنوان من القدس إلى بيروت بيحمل رسالة تحدي للاحتلال وبناء جسر تواصل من فلسطين إلى لبنان. تقرير بالإضواء. كسرا لكل الحواجز وتحديا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، تولد المقاومة من جديد عبر ريشة فنان. هي مقاومة ثقافية وفنية تعيد بناء جسر التواصل والاتصال بين القدس وبيروت. عايد عرفة الفنان التشكيلي الفلسطيني حمل لوحاته وتوجه لأول مرة إلى لبنان، متخطيا كل المعابر حتى وصل إلى بيروت الحاضن لكل القضايا الوطنية والثقافية. نتيجة الصدفة المقصودة أني أنا أجي اليوم على بيروت بمجموعة من اللوحات اللي جزء منها بحكي عن زوايا من راسي، بتعبر عن خوفي وقلقي وطموحي ورغباتي ومخاوفي عن حالي عن مجتمعي عن المستقبل. بتطلعي على اللوحات بتلاقي في اكثر من مفردة فنية في المعرض، في مفردة الطور، في مفردة البيت، في مفردة الوجوه، في مفردة الكالوغرافي مع الالوان. بالنسبة لنا حتى اللي عمله عايد اليوم ببيروت هو امتداد لثقافة المقاومة الفلسطينية اللي احنا دائما بنطالب فيها. وعشرين لوحة فنية بيحملوا أفكار ورسومات بتعبر عن شخصية عايد وعن مجتمعه وبيئته الفلسطينية. لوحات عرضوا على جدران غاليري زمان تحت عنوان من القدس إلى بيروت. وأفتخر بتسميته، كنت محتار بسميه من فلسطين إلى بيروت، من القدس إلى بيروت، أم من بيروت إلى القدس، وأتمنى أن تصبح هذه الطريق مفتوحة ليس فقط أمام الفن إنما أمام كل الناس. القدس لبيروت، طول عمر القدس لبيروت وبيروت للقدس، طول عمر المسيرة فيها شريان وريدي بضخ دم حقيقي، شعبين منتمين لفكرة لقضية لدين أديان سماوية، أرض مقدسة بكل المعاني. العلاقة اللبنانية الفلسطينية علاقة قديمة جدا، وهذه العلاقة بتمتد عن طريق الثقافة، عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق التواصل السياسي. حلمنا أن يكون في خط حقيقي بين بيروت والقدس، أهل بيروت يجون على القدس زي ما احنا بنقدر نيجي من القدس إلى بيروت. Yeah.
هينة. المنظر عرفناك مش مقبول. صرنا هوا خلص فيك تطلع. وينك؟ وين ضعيفنا؟ فراس. اوكي فراس انت كثير مبتكر يعني انت هلا اللي بدك تعمل. كيفك؟ منيح. فراس حاتم انت يعني مثل ما مبين عليك حدا مهرج من فرقه كلاون مي ان. اهلا وسهلا فيك. كلاون مي تيم. كلاون مي ان. بدك نتخانق هلا على الهواء؟ شد شعره هيك. طيب فراس كثير مهضوم يعني شكلك مهضوم هلا. ميرسي. حلو تطلع هيك بالورده بس الورده مش لابقه على منخارك وعلى هيك بيكون الكلاون. اوكي ايه هيك بيكون الكلاون. ايه هو يعني الكلاون هو مهضوم كيف ما كان الكلاون. اوكي طيب شو اخذك على هيدا العالم يلا خبرنا. اوكي هاي هاي. اول شيء اللي اخذني على هذا العالم هو شيء كانت تجربه جديده هون بلبنان. يعني انا بسوريا من 12 سنه بشتغل مسرح بس هون فتت بالكلاونينج. ف يعني الكلاون هو عالم لحاله وطريق لحاله غير يعني اوكي يعني ايه ف انتم 25 شخص بالفرقه وبتجولوا على عده مناطق هي ثاني سنه. ايه مزبوط. وين بتروحوا؟ هو اللي بيصير عاده بيصير في ورشه تهريج وي ماست كلاون تهريج اجباري. هاي الورشه بتدوم شهر بيدربونا فيها مجموعه من المدربين والاهم فيهم يعني الاساسي بيكون فيهم هي سابين شقير هي المؤسسه اللي اسست الفرقه كلاون مي ان. فهي بتدرب تهريج وبيجي اشخاص من برا من امريكا من السويد من المانيا اي اشخاص قادرين وبيدربونا على مجموعة كمان تمارين وسكتشات وهي التفاصيل وبعدين منحضر عرض وهذا العرض اللي بيبقى العرض هو اللي بنطلع فيه. نحن هلا رح نحكي عن جولة رح تقوموا فيها على المناطق اللبنانية بتبلش ب 25 هذا الشهر اليوم يعني. بس قبل خبرنا شوي أكثر وقت نقول تهريج شو يعني؟ كيف يعني بعلموكم على التهريج؟ هلا التهريج يعني بشكل عام هو غير مفهوم التمثيل. المهرج الكلاون نحن بناخذ مجموعه تمارين في البدايه لمنه نكسر شويه حواجز عند الاشخاص. ويعني المهرج هو شخص هو شيء او فطري جدا حقيقي بيعيش اللحظه دائما. هي قصدي يعني اذا هو شيء بيخلق معك كيف ممكن تتعلمه او تتمرنوا عليه؟ هي الفكره مش انه نتعلمه ولكن نحن بالعادي بنكون كثير حاطين حواجز واشياء براسنا يعني لا تمنعنا خجل مرات عيب مرات احكام وهيك. فانه هي القصص كلها بيتم تكسيرها بالتمارين. وفي شيء كمان انه هي سابين من خلال مجموعه تمارين مدروسه وورا بعضها بتكون بتخلي كل شخص يطالع الكلاون اللي جواته يعني الكلاون اللي بيشبهه اللي هو. بس الجمهور له دور كمان هون بهيدي اللعبه. ايه اكيد. يعني قديش كمان بيتفاعل معك قد ايه بيعطيك قد ايه انت بتفهم عليه بيفهم صح عليك. صح من احدى القصص عند الكلاون انه هو بياخذ الطاقه تبعه الانرجي تبعه من الجمهور. من هيك بتختلف العروض من منطقه لمنطقه. خلينا بس أكيد. شوي نشوف ونرجع. عشرين شخص من جنسيات مختلفة يعني حضرتك سوري في كمان فلسطينيين في لبنانيين. صحيح. المواضيع يلي بتطرحوها يعني تهريج مش بس ضحك هي كمان في مواد تثقيفية من خلالها. صح
يعني التهريج مثل ما حكينا هو له مجموعة قواعد وبيخلي يعني الشخص بيعرف انه الكلاون شو بيعمل وكيف بيعيش اللحظة وكيف بيكون دائما حاضر. اما بشكل عام المواضيع هي شيء مختلف، يعني القالب تبعنا هو قالب تهريج كوميدي قريب من الناس ومن بس كل المواضيع اي موضوع ممكن نحن نحمله، يعني وحسب المشاريع، يعني في مجموعه مشاريع عم تشتغلها مثلا كلاون مي ان، منهم عن حقوق الطفل، منهم مهرجان كامل عن العنف راح نقدمه بديسمبر، وفي شيء هلا كيف مهرجان عن العنف ممكن يكون هالقد مهضوم؟ لان بالاخر يعني الموضوع اللي بدك تطرحيه فيك تطرحيه انت وتحمليه على اي قالب ممكن يكون، يعني مثل المسرحيه الكوميديه اللي فيها تكون مختلف المواضيع داخل فيها بالضبط هيك. فالموضوع هو شيء وكيف انت بدك تطرحي هو شيء ثاني، انت بتختاري الاسلوب اللي بيناسبك. فنحن مختارين طريقه التهريج وعم نطرح اي موضوع ونعالجه، لان برايك الجمهور يعني او مواضيعكم بالاحرى وطريقه تقديمكم لها بتستهدف بس الاطفال؟ لا، هي يعني هي لمختلف الاعمار والجنسيات والمرجعيات، لانه اساسا من الاهداف تبع هاي العروض هي دمج المجتمعات، دمج الافكار، يعني الاعمار، شرائح المجتمع، الشرائح المجتمعيه الاقتصاديه الاجتماعيه يعني السياسيه، كل التوجهات. لان خبرتك هو الكلاون بالاخر هو هدم لكل هاي المفاهيم لمنه نوصل للشيء الحقيقي بداخلنا. قد ايه ساعدك انه انت كلاون، قد ايه ساعدك انه يمكن تطلع من معاناه عشتها بسوريا مثلك مثل كمان غيرك من الفلسطينيين؟ ايه صح، كمان هذا شيء كثير مهم بالنسبه لإلي لما عشت هاي التجربه ككلاون، ومهم ل يعني عم نشوف الاثر لهي العروض عند الأشخاص والأطفال اللي عم نعيش معهم. يعني هذا الشيء في أثر له على الممثلين الكلاونز اللي فيه وعلى الأشخاص اللي عم يتقدم لهم هالشيء، وهو لا شك يعني أثر كبير، لأنه كثير بيعمل حالة إيجابية من خلال البروفات، من خلال كل شيء عم نتدرب عليه، ومن خلال العروض، ومن خلال كيف عم نروح ونلتقي بهاي الأشخاص، يصير في تبادل لكل هاي التجارب. أوكي. في رأس نحن عادة لما نقول مهرج أو فرقة تهريج ناخذ الامور ببساطه كثير، علما انه يمكن برا الوضع مختلف، في إلها قواعد وفي إلها تمارين ويمكن ورش عمل كثير كبيره. هالشيء قدرتوا لمستوه من خلال يمكن الاشخاص الخبراء يلي اجوا من برا؟ صح، تماما هيك. يعني كان في كثير خبرات، وعموما الكلاون كل ما كان في عنده خبرات او مهارات اكثر كل ما كان قادر يوصل اكثر، لانه نحن ما كثير بنستخدم الحكي حركات اكثر. ايه تماما، نستخدم البادي لانجويج وال يعني كيف بنحرك وجهنا وهي، وبنستخدم المهارات تبعنا، يعني اشخاص بتعزف، اشخاص بتعمل اكروباتكس. انت شو بتعمل هلا؟ انا بعزف شويه الات وشوي بعمل اصوات، يعني مثل شو الاصوات بشكل عام؟ لا، اللي بنشتغلهم تبع البيت وهي الامور، يعني كيف بنعمل هي الامور وهيك وهي التفاصيل، بس لما نكون مركبين بمشاهد وهي فبتصير لطيفة، يعني بنبنيها تفاعلية أكثر. ايه بالضبط، وبنصير نشتغل نحن والأطفال. وإجا كثير أشخاص وخبرات، ودائما هالشي بتحقق فرقة كلاون مي إن، بيجوا أشخاص خبراء من السويد، من أمريكا، هلق معنا كمان بالتور أشخاص من أمريكا بيشتغلوا، حدا بيعزف، حدا بتشتغل أكروباتكس وبتعلمنا هذا الشيء، فدائما في هاي اكيد هاي الخبرات. اوكي. إيه؟ هلا الجوله الجديده ايمتى رح تبلش واي مناطق رح تشمل؟ هي حتبدا اليوم و من وين؟ هلا أربعة. ايه هلا الساعه 9 في عنا اول عرض. من وين؟ هلا بشتيله اول عرض. بشتيله؟ ايه بقاعه الشعب. بعدين؟ بعدين في جوله كبيره بكل لبنان. السنة الماضية عملناها وهي السنة، يعني منروح على طرابلس، على أكثر من مكان. يعني نحن عنا 10 أيام بس فيهم 24 عرض، لأن بنفس اليوم مرات بنعرض عرضين، مرات ثلاث عروض، يعني بنفس النهار بتروحوا ايه كذا منطقة تقريبا بنفس المنطقة. ايه يعني منروح طرابلس، منروح صيدا، صور، كل جبل لبنان. بس العرض هو ذاته. ايه هو أو على القليل الفكرة هي ذاتها. يمكن لا بصير في ارتجال نفسه على المسرح أكيد. ولا كلهم مرنين عليه؟ يعني نحن مرنين، ودائما حاله الارتجال هي موجودة. هي لعبه الكلاون اصلا، فهي دائما هيك، يعني بناء على شو عم بيصير على الخشبي، يعني او ايه هاي فرق انه مو على الخشبي، لان
هي تجربة كثير مهمة إنه نحن منروح لعند الجمهور، ما منستنى مثل فكرة المسرح إنه بالمسرح نعمل العرض وبيجي الجمهور. هون في شيء كثير مختلف، ايه يعني نحن عم نروح لعند أوكي. الاشخاص لعند الناس كلها يعني، فهذا شيء كمان كثير جميل يعني. كثير منيح. اوكي، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير ومبروك هلا الجوله الجديده. ايه شكرا. اهلا وسهلا. ميرسي. خليك متابعين معكم لننتقل الى لبيال من سن الفيل يلي شهدت على اطلاق المنصه الاستثماريه للقطاع العقاري ليجاسي 1 برعايه دوله الرئيس سعد الحريري. تفاصيل اكثر وحفل الاطلاق بهالتقرير. من بعد ما كانت أزمة العقارات محصورة بعدم القدرة على بيع الشقق الكبيرة والفخمة، انتقلت العدوى مع توقف قروض الإسكان وزيادة الضغوط الداخلية والخارجية لطال كل القطاع، وهو الأمر اللي ترك عشرات آلاف الشقق عصية عن البيع. الأمور وصلت للخط الأحمر وبدأت تنذر بمشكلة ما رح تنحصر مفاعيلها بالعقارات. أمام هالواقع اجتمعت مجموعة من شركات العقارات وأطلقت برعاية الرئيس سعد الحريري من لبيال منصة استثمارية تهدف لشراء مجموعة العقارات المتعثرة بسعر الجملة وبيعها بالمفرق بأساليب متطورة وحديثة. هو سعادة حاكم مصرف لبنان هو اللي عطانا الفكرة، قال لي ما بتعملوا مجموعة استثمارية بتطرحوا لها أسهمها وسنداتها بالسوق اللبنانية وهيك بتصيروا تقدروا تعملوا وتشتريوا من المطورين المتعثرين، من المطورين اللي مسابقين مش عم بيقدروا يبيعوا وبتقدروا ترجعوا تبيعون بأسعار interesting prices. هون هالمنصة الاستثمارية قدرت انتبهت لكل هيدي الأمور وخلقت قوة تسويقية ضخمة لتقدر تتوجه للسوق وتكبر السوق الموجود من اللي موجود حاليا اللي هو ضيق لسوق كتير اكبر تقريبا 10 مرات اكبر. باعتقادي انه يعني هذه بتعبر عن حيويه وادراك عن الحاجه لتوفير ادوات جديده ورؤى جديدة وأيضا مقاربات جديدة في عملية معالجة يعني توسع السوق العقارية أو تسيئة أو تسيئة وتعميقها. حيصير في عنا سيولة بلبنان، المصارف لح تتحرر من هالقروض الموجودة وكذلك أصحاب هالعقارات والديفلوبرز كمان لح يصير في عندهم تحرير لشققهم وعقاراتهم. وأنا صار لي من 4 سنين بحذر بالوضع العقاري يلي الديون بتفوق 18 مليار، هذا الصندوق ممكن يحل يعني جزء بسيط من هالمشكل، ما بيقدر يحل كل المشكل، ولكن نحن بانتظار اليوم لتنحل العقدة الحكومية وتتألف هالحكومة لنقدر نحل المشاكل كلياتها. المطورون العقاريون ورجال الأعمال استقبلوا هالفكرة بكتير من الترحيب، فالمنصة هي حل للمستثمرين والمطورين العقاريين والمصارف والأفراد. المبادرة هي من القطاع الخاص والقطاع العام مدعي بس لتفهمها ودعمها معنويا، وما في شك بس يقلع القطاع العقاري بيساعد بالنهوض ببقية يعني وبشكل رافع النهوض بالقطاع العقاري بشكل رافع على النهوض بالقطاع الاقتصادي. اللي معروف عالميا انه بس البنى بيمشي كل شيء بيمشي، هالخطوة تدعم العقار ضرورية جدا. لوسيد بانك مع ليجاسي سنترال عملوا خطوة كتير مهمة للسوق العقاري وان شاء الله تكون تحفيزية لتخفف من الستوك اللي موجود وترجع تنشط هذا القطاع لانه عم بيواجه كتير تشالنجز بهالوقت الحالي اليوم. الصندوق الاستثماري انشئ بالتعاون مع لوسيد انفستمنت بانك بمبلغ 325 مليون دولار على انه تفوق قيمته بالمرحلتين الثاني والثالثة المليار دولار، لتبقى هالمنصة الاستثمارية شمعة عم تضاء بواقع القطاع العقاري المظلم.
بعطي وقتكم. مرحبا وطن. وصلتنا شكوى، صار لكم 3 ايام صافين هون. نحن بس نوكيل بلاك فرايدي ماركت. ايه الماضي جينا بخلين وما لحقنا شيء. السنه كبروه دوب، الكترونيات دوب، مفروشات دوب، ثياب دوب، ادوات منزليه دوب. ظلوا من 1 ل 4 نوفمبر واللي سبق شم الحبا. هيدي صحيح دعاية وتريلر خاص بنسخة السنة، بس هي حقيقة صارت السنة الماضية. أكثر من 50,000 شخص، أكثر من 100 محل، وأكثر من مساحة 10,000 متر مربع رح تنطرنا من 1 ل 24 تاني بسي سايد أرينا واجهة بيروت البحرية. مدام رندا أرمنازي، أهلا وسهلا فيك. حضرتك رئيسة الجمعية اللبنانية للمهرجانات الثقافية اللي عم بتنظمه بلاك فرايداي ماركت. يعني احنا عم ننظمه أكيد كمان مع شركائنا. أكيد في عندكم شركاء. نعم. بس خلينا نقول إنه هالموضة انتقلت إلى لبنان وانتقلت على أصولها. ايه، لانه هالموضة عادة انتقلت على لبنان بس على صعيد محلات بمحلاتها. بس موضة انه نفتحهم كليتهم ونحطهم بمحل واحد لحتى الناس يجوا يتسوقوا بمحل واحد يلاقوا كل شيء بدهم اياه تحت سقف واحد، هيدا نحن عملناها. بقى مشان هيك كانت كتير كتير علي اقبال السنة الماضية، مثل ما قلتي فوق 50,000 شخص. والسنة كبرنا، مش بس كبرنا يعني دوبلنا المساحة، لان قد ما كان في طلب من قبل التجار، من قبل الناس اللي عم تجي تزور، بدها زيادة. اصلا عملتوا ازمة بعتقد، سكروا الطرقات وعجلت غريبة عجيبة. هالمشاهد اللي عم نشوفهم من سنة الماضي، من سنة الماضي. قديش الوضع وزيارات العالم وهالعدد الكبير يلي فات بيعكس وضع اقتصادي صعب بالبلد للأسف؟ يعني ما هيدا بالعكس، لأنه بيعكسوا، لأن الناس بتحب تتسوق، يعني بتتسوق أسماء كبيرة من المفروشات، من التياب، من كل شيء، بأسماء كتير كبيرة عالمية، بس بأسعار مينيموم 50% لحديد 90%. هيدا بفرجيك أنه العالم عنده قدرة اقتصادية، بس ما عنده القدرة الكبيرة اللي تقدر تشتري بالأسعار الموجودة بالسوق. أوكي. يعني هون خلينا بس نحكي، عم بتقول كانت النسخة على أصولها من برا. بنعرف أنه هون يمكن بيقولوا في سيل 50%، بس ما بتكون مدروسة وبكون أوقات في يعني تزعبر. تزعبر بال... انتوا لا ادابتينا، يعني نحن اقول لك شو ادابتينا، مش بس ادابتينا، يعني ادابتينا وماضيين كونتريت، يعني واكيد في عنا مراقبين رح يقدروا يمرقوا على كل المحلات يشوفوا. يعني لكن بنقول 90% مظبوط، يعني المفروض 90%، يعني المفروض 90%، ونحن يعني في كونتريت ممضيه وما في حدا يلتزم. كمان حتى كمان الكولكشنز اللي موجوده من بالنسبه للتيب، يعني ما في شيء ابعد من خريف وشتاء او صيف 2016. دونك 2016 ما نشوف شيء وطلوع، ما في شيء قديم ابدا. يعني مش انه عم نشتري بقيمه 50% ل 90% بس لا. القطع قديمه او الموديلات أكيد قديمه لا. لا. اكيد لا. اوكي، نحن بلبنان مدام كثير بنحب الموضه وبنحب الجخ ومنفتش عن جد على براندات، وانتم حريصين على هذا الموضوع. حريصين بس اكثر كمان على هالموضوع، لان الواحد بحب يشتري براندات، ولما تشتري كمان براند بكون عندك هالقطعه هيدي مميزه، بس مش كل الوقت فيك تشتريها بالقيمه اللي هي فيها. مزبوط. دونك لما تشتريها بتنبسطي فيها، وكمان فيك تلبسيها مره واثنين وثلاثه، وفيك كمان تشتري اكثر من قطعه وحده. مشان هيك كمان مش بس انه الفاشن تبعت الستات اللي عاملينها كل الاكسسوارات، بس كمان عندك كل سبورتس وير، التشيلدرنز وير، كيدز وير، كمان محلات الالعاب كثير كثير كبيره، وللبيبي، يعني عنا كتير محلات للبيبي وير. السنة الماضية كان في ألعاب وكتير كتير 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 اشتغلوا، خاصة نحن على موسم أعياد. بقى الناس كلها تقل ما بدها تشتري، كمان اشترت مشان موسم الأعياد. بقى ما تنسوا كمان الشق التاني اللي هو المفروشات، مفروشات وسجاد من أكبر الماركات العالمية، وكمان عم يعملوا تسهيلات جدا مهمة، غير إنه 50%، بس كمان عم يعملوا تسهيلات أكتر للجمهور ليقدروا. شو التسهيلات؟ مثلا يقدروا يدفعولن على مراحل، يقدروا يدفعولهم بعد مرحلة. دونك في كتير ناس اجت فرشة بيوتها، وما تنسى الإلكترونيات والإلكترونيك أبلاينسز كمان. أوكي. يعني في عنا الماركات الكبيرة. حسب ما بتذكر كان في سيارات، كان في سيارات. كان في سيارات، والسنة كمان عنا سيارات. بقى مشان هيك يعني عم سيارات كمان عليها ديسكاونت. ايه عليها ديسكاونت. ايه السنة الماضية كان في عليها 10,000 دولار ديسكاونت على سيارة مميزة كانت سبورتس كار. بقى السنة ان شاء الله كمان رح نقدر نستفيد بالسيارات عليهم ديسكاونت اكبر من هيك. بقى كمان اللي كان بدي اقوله انه نحن مثل ما قلتي انه عجقنا كل الدنيا السنة الماضية، لان كمان البلد كانت معجوقة بنفس الوقت على بلاك فرايدي ماركت باخر الشهر. حبينا نعمله 1 2 3 4 نوفمبر، يعني لحتى تشرين الثاني، لحتى
نعطي مجال للناس اللي بدهم يجي يتسوقوا يكون كمان عندهم قدره شرائيه. ايه بيكونوا اهم الصبح يعني. مزبوط مزبوط بيكونوا قبضوا وبعدين لا يعطي مجال للتجار اللي موجودين معنا حتى ما تضاربوا على السوق. اكزاكتلي exactly. وكمان لحتى يعطي مجال للتجار اللي موجودين معنا يقدروا يكفوا يعملوا بلاك فرايدي باخر الشهر بمحلاتهم. والجمله مثل ما سمعتيها هلا اللي سبق شمل حبق ليش؟ لان عم نعطي مجال للتجار وللناس يقدروا يجوا ياخذوا اول شيء من الديسكاونت. هلا ما بتلاقوا في يمكن شويه مخاطره بالنسبه للوضع الاقتصادي؟ يمكن قد ايه في مخاطره انه تفتحوا هالقد محلات على مساحه هالقد كبيره؟ لا ما في مخاطره لان احنا صرنا اول شيء بلشنا بالترويج عليه من فوق 6 شهور وبنشوف نحن الفيسبوك والانستغرام تبعنا كثير 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 نشيط وفي اقبال عليه. ومثل ما شفت الحمله الاعلاميه والاعلانيه وثانكس تو يو كمان انه نحن عم نقدر نروج هذا المشروع. بس ما تنسى انه نحن كمان عنا يعني مشكورين جدا وزير الاقتصاد اللي هو راعي هذا الحدث لحتى السيد رائد خوري ومشكور لانه مثل ما شفت انه وزاره الاقتصاد بالعكس عم بتشجع هيك واصلا يمكن لانه الوضع الاقتصادي صعب الناس تنطر هيك مزبوط نشاطات مزبوط. يعني هالقد عدد محلات بمحل واحد مكان واحد باسعار كثير مدروسه مزبوط يعني. تحت سقف واحد فيهم يجوا. بعدين عاملين كمان فاسيليتي ناس اكثر اشتكوا السنه الماضيه انه ما قدرنا نوصل وعجقه وبدنا نصف كذا. عملنا كمان مع كريم 50% ديسكاونت ليجوا ما بفوتوا كمان مجانا على المعرض. كريم اللي مثل اوبر بس انه ذي ار كريم انه عندهم كمان بتقدر تطلبين على التليفون بيجوا بياخذوك من بيتك وبرجعوك ب 50% لا مش معقول بده يوفرهم بالبلاك فرايداي ماركت حتى تاكسي يعني اكيد لا اصلا حسبني على العده اصلا اسعاره مدروسه ما في عداد هذا اتس وان شوت. السنه الماضيه قد ايه تقريبا كان البيع؟ يعني عندك فكرة؟ شوف ما عندي فكرة اكزاكتلي بس بعرف one by one يعني كل واحد منهم قديش بيع. يعني بعرف انه في كتير ناس طلعت فوق الارقام الست يعني فوق ال100,000 فوق ال120,000 دولار بيع. دونك معناتها انه صار في ريلي حركه. هيدا بالنسبه عم بحكيك ناس اللي عندهم تياب غير الناس اللي عندهم عفش اللي بتقولي بجوز المفروشات اغلى. بس لا في ناس اللي عندهم تياب وصلوا فوق ال 120 الف دولار بالبيع. معناتها كان في طلب كثير على التياب اللي هي كمان بماركات عالميه كبيره. السنه دوبلوا محلاتهم دونك مشان هيك اضطرينا نوسع لان كل التجار لو ما كانوا ناجحين السنه الماضيه ما كانوا طلبوا مدوبل. وحتى من خمسة يمكن اللي ما شاركوا السنة الماضية بالعكس اكزاكتلي عرفوا هالقد منيح مزبوط مزبوط لان عارفين انه هيدا المكان عم يقصدوه الناس. واللي حلو فيه انه انت اذا فاتت تشتري مفروشات عم تستفيدي كمان من عم بتفيدي اللي عنده تياب لانه عم يقدر هو يتواصل مع كل هالناس عم تبرمي وتشوفي عم يكسب زبونات جديدة. دونك كل واحد عم يكسب من الثاني زبوناته. طيب مدام بتفكروا تعملوا نسخة صيفية للمشروع؟ مزبوط برافو منيح اللي جيتي قلتي لي هيك لان احنا مش بس عم نفكر نعمل نسخة صيفية وأوريدي بلشنا نشتغل عليها بس كمان في عنا نسخة تانية هي مناطقية حتى لنعطي كمان مجال للمناطق اللي ما قادرة توصل على بيروت بوقت معين. عم ندرس كمان بالشمال وبالجنوب يكون عنا كمان نسخة تانية لهالمناطق. يعني كذا محطة مش بس كذا محطة لا كذا محطة بقى هيدا عم ندرسه أكيد للصيفية. في عنا وفي عنا سنتجين إن شاء الله بنقدر نعملها بمناطقية يعني كمان ببيروت ومناطقيا. هلا كم زائر متوقعين؟ هلا يعني على 10,000 السنه الماضيه 5,000 متر 50,000 هالسنه لان احنا اول الشهر بقى ما في عندنا كومبيتيشن مثل ما قلنا اللي سبق شمل حبق ذير فور الناس رح تجي تشتري كمان بضاعه مش موجوده بالسوق قبل غيرها. دونك اكيد متوقعين كثير كثير اكثر بقى مش هيك عاملين فاسيليتي للوصول وللباركينج لحتى كمان وللطرقات كلياتها مش هيك سي سايد ارينا بمركزه كثير كثير مهم انه يقدر الناس يقدروا يوصلوا له بطريقه. هلا وبعدين مع هيك نشاط لو قد ما كان في تنظيم الا ما يضل في نتفه عجقه سير بس أكيد. خلينا نقول انه المساحه كبيره والتسهيلات صارت يمكن اوضح اكيد بعدين الناس نحن فاتحين الساعه 11 الصبح للساعه 10 بالليل. دونك عم تعطي مجال للناس اللي تقدر تجي بكون بعد ما بلش عجقه العيد مزبوط بكون مزبوط يعني. ما بلشت عجقه العيد ولا عجقه البلاك فرايدي ماركت العاديه اللي هي باخر الشهر مشان هيك الناس فيها تجي يوم خميس جمعه سبت احد من جمعه الجاي 1 2 3 4 تشرين الثاني ناطرينهم. خلينا قبل ما نختم نرجع نشوف السبوت موضوع مرحبا وطن وصلتنا شكوى صاركم 3 ايام صفينهم نحن بس ناطرين البلاك فرايدي ماركت الماضي جينا مخلين وما لحقنا شي السنة كبروا دوب الكترونيات دوب
مفروشات دوب، ثياب دوب، ادوات منزليه دوب. ظلوا من 1 ل 4 نوفمبر واللي سبق شم الحبر. كنا عم نقول انه اكيد في عالم هيك هيك رح يعملوا، اكيد رح اكيد رح ينطروا رح ينطروا. مشان هيك كثير ناس قالوا انه ما قدرنا نوصل وعجقه سير، بقى بيجوا بينطروا قبل بوقت ان شاء الله. في شيء غير اطار الشوبينج عم بتحضروا له؟ يعني في عنا على طول انا اطار الموسيقى، اطار النشاطات كمان الفنيه، مثل هلا في عنا معرض نحن ببنايه الاوريون لوجور القديمه باسواق بيروت، هي للفنان جان بوغوسيان اللي استضفتوه كمان من مده، واللي لقى كثير 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 رواج وكثير اعجاب. مشان هيك اضطرينا مددوا لأربعة شهر كمان، لأنه صار في يعني فوق 6000 شخص إجوا زاروه بفترة شهر. دونك عم يجي يعني بالنهار بالأسبوع عم يجي بيتراوح بين 900 و1000 شخص بالنهار بالأسبوع. So therefore مشان هيك اضطرينا مددني لأسبوع تاني، وإن شاء الله في عنا كمان نشاطات تاني. أكيد اشتركنا ببيروت آرت ويك وآرت فير، بعيد الموسيقى العالمي اللي جينا نحكي لكم عنده، عيد كمان اشتركنا هلأ للأعياد كمان. للأعياد هلأ في عنا نشاطات بالأحرى أكتر، إنه عم نشتغل مع الديزاينرز ليقدروا كمان يعرضوا أعمالهم، ونقدر نبرز مين في عنا من مصممين لبنانيين. أوكي يعطيكم الف عافيه. الله يعطيكم، ان شاء الله بنشوفكم تحت، وان شاء الله هالمره بتوصلي بكير. هلا لا وصلت بكير. ما رح ننطر لسنه الجاي، لانه لا كمان لا في نسخه بنرجع بنشوفك لكن قريبا ان شاء الله. نحن معك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، اكيد الختام رياضه. بكره حلقه جديده من اخبار سبا الساعه 7:30، كونوا على الموعد. باي. ثانك يو. أعلن لوتشيانو سباليتي مدرب انتر ميلان قائمة فريقه استعدادا لمواجهة برشلونة على ملعب الكامب نو مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وشهدت قائمة النيراتزوري غياب رادا نايجولان لاعب وسط الفريق للإصابة، وفيها تواجد إيفان بريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش بعد ما تأكد جاهزيتهم للمباراة. وبيحتل الانتر المرتبة الثانية في المجموعة الثانية بست نقاط بفارق الأهداف خلف برشلونة الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما يأتي توتنهام وأيندهوفن في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد. اشتهر البرتغالي كريستيانو رونالدو باقتناء الأشياء الباهظة الثمن مثل السيارات والنظارات بالإضافة إلى البيوت التي يمتلكها في معظم المدن اللي عاش فيها. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أنه أول ظهور علني لرونالدو أمام وسائل الإعلام بعد القضية المتهم خلالها باغتصاب فتاة شهد إبراز البرتغالي بشكل واضح ساعة كان يرتديها مرصعة بالزمرد والماس الأبيض. وأوضحت الصحيفة أنه الساعة التي ارتديها اللاعب البرتغالي تبلغ قيمتها أكثر من 1,000,000 يورو، والتي تستخدم كرونالدو وجه إعلاني لها الشركة منذ العام 2013. تجد الإشارة إلى أنه كريستيانو عاد إلى ملعب أولد ترافورد هالمرة خصم يدافع عن ألوان فريقه الجديد جوفنتوس الإيطالي ضد نادي السابق مانشستر يونايتد. يرى فالدو لاعب برشلونة السابق أنه لا يوجد أحد قادر على أن يحل محل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مناسب بين صفوف ريال مدريد. وأكد لاعب برشلونة السابق في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية أنه كريستيانو لاعب عظيم ليس فقط بأهدافه بل أيضا بشخصيته، لأنه شخص يكره الخسارة وكان له دور كبير في مساعدة زملائه بالفريق على أرض الملعب. وقبل أيام على كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة والمقرر إقامته نهار الأحد المقبل في الجولة العاشرة من الليغا، اعتبر ريفالدو أن الملكي يجب أن يقلب الطاولة على الوضع الذي يواجهه في أقرب وقت ممكن من أجل تهدئة الانتقادات، ولكنه أكد أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة لتغيير مدرب الفريق جيريان لبتويغي. وأوضح لا أعلم ما إذا كانت هذه اللحظة المناسبة لإقالته، لكن الحقيقة هي أن النتائج السيئة تزيد من كم الضغط، سننتظر لنرى ما إذا كان لبتويغي قادرا على تغيير الأمور. وأضاف أن المدرب ترك منتخب إسبانيا للحصول على هذه الفرصة في ريال مدريد، لكن الحظ لم يكن حليفه فيما يتعلق باللحظة التي جاء فيها، نظرا لأن النادي فقد أفضل لاعب لديه في نفس الصيف، وهو أمر يبدو أنه له تأثير كبير. عادت خطة جاني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لإقامة بطولتين عالميتين جديد إلى جدول أعمال مجلس الفيفا. وبيجتمع مجلس الفيفا في كيغالي برواندا، ومن المقرر مناقشة خطة إنفانتينيو لإقامة كأس عالم مصغرة وزيادة حجم كأس العالم للأندية ضمن مجموعات أخرى وفقا لجدول أعمال الاجتماع. ولم يرد الفيفا بعد على طلب التعقيب، وليس من الواضح ما إذا كان المجلس سيجري تصويت على هذه الخطط. وكتب إنفانتينيو إلى أعضاء مجلس الفيفا في مايو أيار الماضي من أجل شرح خطته التي قال
قال إن مدعومة من مجموعة صلبة وجادة من المستثمرين الراغبين في إنفاق 25 مليار دولار على مدار 12 سنة تبدأ في 2021. ولم يحدد الخطاب هوية المستثمرين، لكن العديد من التقارير الإعلامية ذكرت إنه مجموعة سوفت بانك اليابانية تتصدر الكونسورتيوم. ولكن الخطط واجهت معارضة شديدة من الأندية وبطولة الدوري في أوروبا، وقال ألكسندر تشيفرين والذي هو في مكان ما رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن هذه الخطط معيبة ويغلب عليها الطابع التجاري، واتهم الفيفا ببيع روح اللعبة. ولم تكن هذه المقترحات ضمن جدول أعمال المؤتمر السنوي للفيفا الذي عقد في موسكو في يونيو حزيران، وستؤدي خطط إنفانتينيو لتغييرات ضخمة في جدول المباريات الدولية. وتحدد المقترحات ما قد تصبح في الواقع كأس عالم مصغرة تضم 8 منتخبات تقام كل عامين بالإضافة إلى كأس العالم التقليدية، والبطولة المعروفة باسم أفضل 8 ستكون ذروة مسابقات دوري عالمية للأمم. وفي خطاب مايو أيار اقترح إنفانتينيو إقامة البطولة الجديدة في أكتوبر تشرين الأول وتشرين الثاني في العوامل الفردية اعتبارا من 2021. وسيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل 4 سنوات في العام الذي يسبق كأس العالم، وسيزيد عدد فرق كأس العالم للأندية التي تقام سنويا في الوقت الحالي بمشاركة 7 فرق إلى 24 فريق، وتقام مرة واحدة كل 4 سنوات وفقا لمقترحات إنفانتينيو.